ما هو الفرق بين الثرى والثريا؟ كثيرا ما نسمع عبارة شتان ما بين الثرى والثريا في عملية مقارنة بين أمرين أو شخصين لا تربط بينهما أي صفة مشتركة، وتأتي تلك العبارة لتؤكد بعد المسافة في عمل مقارنة لاستحالته، كبعد نجوم السماء والتي يقال لها مجازا في تلك المقارنة الثريا في الإشارة إلى العلو أو السمو أو الرفعة. أما الثرى فهو تراب الأرض في الإشارة إلى الدونية كنوع من التحقير والاستخفاف في الأمر، ومن هنا يأتي معنى الفرق بين الثرى والثريا التي كثير ما يتداولها الناس في العديد من المقارنات التي تشير إلى العلو والدونية. أولا الثرى، يأتي الثرى في بعض التفاسير كنوع من الكناية عن نفاذ البصيرة والرؤية في الطبيعيات أو الأمور السفلية والعلوية. أما الثرى في اللغة فتعني التراب الندي، وقد يشير الثرى في بعض المواضع إلى عمق الأرض وباطنها، ومن أقوال العرب شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى وشهر استوى. معنى قولهم هذا أنها تمطر في بادئ الأمر ثم تنبت الأرض من نباتها وتطول لترعى النعم تلك النباتات بعد أن تحكم ثمارها، وهنا يقصد بالثرى المطر الذي يروي الأرض ويرسخ بها فتبتل التربة وتلين، وهذا هو معنى الثرى أي التربة اللينة. أما الثريا فهو أحد أشهر العناقيد النجمية المفتوحة وأشدها لمعانا، يقع هذا العنقود في كوكبة الثور ويتكون من عدد من النجوم الزرقاء الساخنة الفتية والتي تكونت من سحابة جزيئية قبل أكثر من 100 مليون عام تقريبا، ويمكن رؤية هذا العنقود النجمي بالعين المجردة التي تبلغ شدة لمعانها أو ما يطلق عليها القدر الظاهري بحسب عالم الفلك الإغريقي كلاوديوس بطليموس حوالي 1.6. يستطيع الشخص تمييز من 6 إلى 8 نجوم من هذا العنقود بالعين المجردة، تنتشر في الفضاء بمساحة تبلغ أكثر من 50 سنة ضوئية. أما بعدها بعدها عن كوكب الأرض فهي تقارب 440 سنة ضوئية، ويطلق على هذه العناقيد اسم تجمعات نجمية مفتوحة، وذلك لبعد المسافة التي تفصل تلك النجوم بعضها عن بعض، وأطلق عليها اسم التجمع النجمي في الميثولوجيا الإغريقية تيمنا ببنات أطلس السبع اللاتي قامت الآلهة بتحويلهن إلى نجوم.